أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا قالوا لا توجل إنا
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ صدق الله.